المسرح اللي هي السوبر سونيك سبيتس. السوبر سونيك سبيتس اللي هي تمام، اذا كانت سرعه المصدر كبيره جدا مقارنه مع سرعه الصوت، حنعرف ان سرعه الصوت تقريبا تساوي ناسي والله 334 او حاجه زي كده. نشوف بدايه الشابترز، سرعه الصوت 331 في الهواء صح؟ طيب سرعة الصوت تقريبا تساوي 331، اوكي سرعة الصوت تساوي 331 في الهواء. طيب اذا هذا سرعة الصوت، اذا كان عندي سرعة المصدر تمام، سيارة شرطة وانت بتتكلم، كان سرعة الصوت جدا كبيرة جدا كبيرة، كان الفي سورس اكبر بكثير من سرعة الصوت، هذا ايش حيصير؟ هذا يصير انه اساسا معادلة دوبلر هذه ما حتفيد في الحالة هذه، معادلة او تأثير الدوبلر ما حيفيد في الحالة هذه، لان سرعة المصدر اكبر من سرعة ايش؟ الصوت. حلوين؟ فا ايش حيصير؟ ما اقدر اطبق تأثير الدوبلر. فهنا بيقول لك الشكل التخيلي في السرعة في هذه الحالة، إذا كان سرعة المصدر أكبر من سرعة الصوت تمام، أكبر من سرعة الصوت، حلوين سرعة الصوت الفي والفي سورس هي سرعة المصدر، كان سرعة المصدر أكبر من سرعة الصوت، هذه المعادلة ما حتنفع في الدوبلر، فحيكون الشكل كأنه حيكون عندي شكل إليبس تمام، كأنه حيكون شكل عندي الصوت حينتسب بشكل إشعاعي بشكل تمام 3D، ما أقدر أتخيله تمام، على شكل V، حرف V شيب. فهذا الشكل حيسمى كون كود، الكون يعني شكل مخروطي، تلاحظ هذا الشكل هنا، هذا مختصر الكلام. فحيكون في شيء اسمه نصف زاوية اللي هي الكون هنا، لاحظوا الثيتا هذه، كيف نحسبها؟ عن طريق هذه المعادلة، الساين تيتا عبارة عن V في T على V S T يساوي V على V S. حلوين؟ هذه المعادلة تسمى ماس كون أنجل، واضح؟